سيدة منتجة وأم لبنتين وولد عملت تجارب عديدة لأنها بتحب التمور والشوكولاتة لحد ما قدرت تدمج عفواً المنتجين مع بعض وطلعت بمشروع إنتاجي منزلي جداً رائع خلونا نتعرف على صاحبة هذا المشروع وهي مي صالح يسعد صباحك وأهلاً وسهلاً أهلاً صباح النور حبيبتي كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله يسعدك إيه كيف بدأتي هالمشروع هاي؟ من وين إجتك الفكرة؟ إيه هلأ صراحة أنا بحب الحلو كتير وبحب التمور فكنت اعمل بالبيت إلنا وللاولاد إيه على اساس انه التمر يعني شيء مفيد وهيك ادخله بهاي يعني ما بتقبلوا الاولاد لحاله تمر هيك ساده ما بتقبلوه فصرت ادخل فيه المكسرات وادخل فيه الشوكولاته على اساس يتقبلوا إيه صار اي حدا بدوقه عندي انه بيمدح فيه وبيقول لي كثير زاكي ويعني بينبسطوا عليه فانه الكل اقترح علي انه ليش ما اعمله اوسعه شيء فبلشت قلت اوكي خليني اجرب يعني بلشت اعمل عينات وصحون مثلا ادوق القرايب الاصحاب الجيران كذا الكل بشكر فيه والكل مدحه فتشجعت يعني فعملت مشغل بالبيت عندي وبلشت هيك هيك بل... يعني بلشت معي الفكره. يعني هو مش بس معتمده فكره التمور مع الشوكولاته، لا انت برضه دمج المكسرات ايضا مع التمور. بالضبط انه بلشت اتوسع، انه في ناس صارت انه ما بتحب الشوكلت، ما بت... بدهم شيء صحي، في ناس بي... فصرت انه حتى يعني تمر بدون ولا اي شيء، تمر محشي مكسرات، تمر محشي بالشوكولاته. او معمول. اه ودخلت شوك. التمر بالمعمول، حتى كمان توسعت يعني صرت اخذت دورات كمان، رعا. وسعت من شغلي، وسعت المشغل. حبيت الفكره وصار في عليها اقبال وطلب كثير، حتى في انواع كمان يعني انواع حلويات صرت ادخل فيها التمر، صرت اعمل كمان كيكه فيها التمر، يعني حتى بالحلويات دخلت فيه التمر هو فعليا كيكه التمر اساسا خلينا نحكي من سنتين لهلا كثير انشهرت كثير عليها طلب كثير بتحبها، مين كان الداعم الاساسي لك في هذا المشروع؟ هلا بصراحه الداعم الاساسي كانت والدتي وزوجي خلي اه دعموني يعني آه والدتي كانت تاخذ لكل حدا مم. على اساس تسوق لي المنتج تاعي كانت تاخذ هدايا إلها للبيت لكل حدا بنعرفه يعني بكل مناسباتها كانت تاخذ مني وزوجي اللي خلاني اعمل بيت مشغل سمح لك سمح لي وكان يشجعني وعلاقاته كثير يعني ساعدتني بالتسويق وبدايه الشغل فهم كانوا الداعمين الاساسيين بالنسبه لي رائع هلا انت عم تعرضي اكيد المنتجات اللي عندك عن طريق صفحه بالضبط مساعدة موجود وين موجوده الصفحه؟ في صفحه بيجي على الفيسبوك وعلى الانستغرام اسمها مريم للتمور والشوكولاته مريم للتمور والشوكولاته ايضا بالاضافه للصفحه شاركتي ببازارات بمعارض؟ شاركت اه شاركت كثير بازاراتي يعني بالمناسبات باعياد الام ب بمناسبات طول السنه كثير شاركت اه اصعب إشي هيك واجهتيه خلال مشروعك من لما بلشتي لهلا إيه هلا شوفي هو اي شيء بتعرضيه عشان يعني تعامل اي شيء بده أزوق الناس بتكوني كثير متردده وخايفه انه ما يعجب م. ما يعجبهم كمان التوسعه صعب لما بلشت انا المشغل يعني لما صار انه الشغل جد وبده يكبر صار لازم ارخص بب. عشان صرت اوزع على المحلات نعم. إيه صرت حتى مره يعني صدرت برا رائع فانه اه صار بدها معاملات وبدها ترخيص وبدها يعني بتعرف يعني اه فهي غلبتني شوي بس يعني قدرت يعني هي والله يعني. للأمانة المعاملات والتراخيص هاي بصراحه بم... <applause> <applause> بل لا وهم بتعرفي معاهم حق لانه اكل انت بتشتغلي بشيء لازم إشي. يكون بالضبط سهل اكيد يعني لازم يكون يعني 100% كل شيء طب متى بتحسي هيك المواسم اكثر شيء للناس اللي عم تقبل على شراء التمور ولا على مدار السنه ما شاء الله الاقبال موجود هلا أه هو بكون على مدار السنه انا بس اكثر شيء عندنا مثلا المناسبات الدينيه مثلا زي عندك شفتي هدول البوكس هدول مثلا توزيعات بدها تاخذهم مني شركه بدهم يوزعوها على الموظفين بالمولد النبوي كثير حلو برمضان كمان احنا كثير مربوط عندنا كثقافه التمر برمضان كثير بكون اه عليه ضغط عليه كل الناس بتاكله برمضان بتهاديه برمضان سواء اشخاص او شركات يعني الكل بحبه والمعمول كمان نفس يعني الشيء اه المعمول هو اكثر شيء بالاعياد بس بالاعياد نعم بس برضه كمان طول السنه في يعني في ناس بتحبه في ناس بتحب هاي الشغلات الصحية يعني حتى فكرة التمر مع الشوكولات برضو بالأعياد بتكون خيار جدا مناسب بالزبط. على القهوة بالضبط آه صار أنه بيعملوا ميكس صاروا على الطاولة بطل أنه ال... بس شوكولاتة بس شوكولاتة آه. آه. بالضبط صاروا يحطوا تمر ومعمول وأشياء طيب هلا التسويق للمنتجات، احكي لنا كيف اكثر غير مثلا موضوع انه الصفحه على الانستغرام يعني كيف مثلا هيك عندك افكار لاي شخص حابب فعلا يبلش بمشروع جديد، كيف ممكن تنصحيه بالتسويق للمنتجات؟ هلا شوفي انا كيف بلشت يعني اكثر شيء ساعدني بالتسويق كنت اوزع هدايا. يعني انا مثلا انشهرت بكيكه التمر وكان عليها كثير كثير اقبال، فكل حدا بياخذ بيطلب مني اوردر كيكه التمر كنت اطلع معاه بوكس الصغير على اساس انه يدوقه لانه ما راح يقتنع لانه في تمر اه كثير في محلات وكثير في ناس بتشتغل فيه ف وفكره انك تعطي هديه للزبون بينبسط عليها انه ما اخذ هديه فكان هاي كتير كثير كثير عملت لي تسويق لها عملت كثير اقبال عليها لانه كان ياخذ مثلا كيكة التمر يدوق التمر كثير يقول لي زاكي يعمل اوردر للتمر نعم وفي كمان انا بعمل ضيافه في والدتي عندها محل وانا حاطه فيه ضيافه معمول تمر و نعم. وتمر مغطس وإشي فبنفس المحل لما بيجوا الزباين بضيفهم منه، فأي حدا يعني بتضيف بقول لي بدي اشتري هو صراحة المنظر لحاله بيحكي عشان أكون صريحة <applause> معك. آه عم بنشوف هون الصحن الكبير اللي فيه الشوكولاتة والتمر برضه مزين من فوق. مم. فاحكي لنا شو الأشياء بالضبط اللي عم بتزيني فيهم. هلا هاي اشياء يعني مية من منتجات الشوكولاته بس انه عشان انه تغيير عن الفكره التقليديه والشكل آه يكون الشكل حلو يكون كمان كل شيء عليه آه لون عشان اميز انه هذا ايش محشي يعني في حشوات مثلا مكسرات في حشوات كمان انا جديده يعني عملتها بالنوتيلا باشياء الجديده لل في ناس بتحب هاي الشغلات صحيح وفي الوايت شوكليت وفي الملك شوكليت فعشان اميز مثلا هاي حشوتها هاي ايش حشوتها لانه كمان في ناس تطلب منك حشوه معينه لا. لا. تقولك لك انه بحب هذا الشيء بس في ناس ميكس مشكل بياخذوا في ناس لا بتطلب حشوات معينه يعني السيدات اجمالا اكيد في عندهم طاقات ابداعيه ولكن يمكن بيكونوا مرات خايفين ياخذوا الخطوه الاولى نعم شو بتنصحيهم شوفي انا اللي عنده موهبه بنصحه انه يبدا يعني هي تجربه و... وان شاء الله بتنجح يعني ما في حدا بتعبه بضيع بتهيالي يعني انا بس بدها بدها تعب بدها يعني جهد. بدها جهد بدها استمراريه كمان بدها صبر بدها صبر بس كثير امتى بتفرق مع الواحد لما الـ بي الـ يعني الزباين بيكون رايهم يعني يعني اكثر شيء بهون التعب لما بيجيكي تليفون انه كثير انبسط على الاوردر كثير عجبه هذا بنسيك التعب كله فبدها الصبر وشوية وقت يعني بدها بس بشجع انا اي حدا نحن اكيد بنتمنى لك التوفيق ونتمنى للكل ولكن هلا بدي اسالك كمان اخر سؤال، كيف عم تقدر تلحقي ما بين شغلك هاد وايضا شغلك بالبيت مع اطفالك؟ <applause> اه هي مسؤوليه صراحه وصعب انا بس في ناس بتشتغل معي اه انا عندي مشغل يعني كامل هلا قسمته كبرت البيت عندي وعندي بيسمنت عملتها مشغل في ناس بتساعدني بالشغل بس برضه صعب علي يعني طبعاً. ما بلحق يعني طول الوقت طول اليوم شغاله عليه يعطيك الف عافيه الله يعافيك مبسوطين بتواجدك اليوم معنا حبيبتي حبيبتي وان شاء الله يا رب هالمشروع وهالمشغل بيكبروا واكثر واكثر ان شاء الله يا رب ان شاء الله وسعيدين فيك حبيبتي انا اكثر سحر. شكرا لكم يا أهلا حبيبتي شرفتين. شكرا اهلا